السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه لانتم ولا الناس العزاز عليكم. كنتمنى من المميمات ديالي خوتي وخواتاتي اعطيوني اللايكات ديالكم، الله يرحم لكم والدين، ضد في الشفارات النصابات، ضد في الشفاره النصابه اللي كيمص الدم ديال بنادم. اعطوني اخوتي اللايكات والله ينجينا وينجيكم من الشفار النصاب المنافقين صحاب سبعه الوجوه. عرفتوا اخو ديروا معكم الكيت، الله يرحم لكم والدين، ديروا الكيت في هذا الفيديو لا تخرج لي شي كلمه، لانني معصب وغادي نعاود لكم اشنو واقع. تعرفوا الخب ديال البشر، النفاق، النصابه، الشفاره على حقيقتهم. معيطه هي السيده بين الصديقه ديالها ولا كتعرفها هي ولا المهم صيفط شي واحد من عندهم. كما وعد خلي صحاب التعاليق، خلي شي كلبات، شي هاربات، شي مسخات، شي شيطات ديال الخلا جايين في التعاليق كيسبوا كيعايروا من الطرف ديالها. وتانا غنقول لكم اخوتي اللي متبعني، ما تقصروش بالسبان عليها وما تقشروش بالشفاره من الصابر، رجعوا لي رزقي، ما غنسمحش بحقي. معيط لي في التليفون، السلام عليكم، وتصور معاش معيطه بعد 10 الصباح، بنادم صابح ناعس وبنادم كيصبح ناعس، هذه خدامه اللي كيقضي اغراضو، السيده ما ناعساش. الو حشومه عليك، انت كليتي طعامهم وشاتي معاهم الطعام وخشي وكتفضح فيهم في اليوتيوب وفكوا هادشي. اختي اتقي الله، الله يرحم لك الوالدي، راه ما كنبغيش نسبك، راه قبل هضرت معاك بالاداب، راه هضرت معاك بالاداب، ما سبيتك ما عايرتك ما والو، اما غتبقى تعيط لي شي مسخه شي عاهره شي كلبه من طرف ديال النصاب الشفاره غنششم لها الاعراض. انا قلت لكم غنشبع فيك سبان، راه ماشي تشوفوني بحال هكا درويش وبحال هكا في اليوتيوب وكنحترم الناس وكنتبع محترم المتبعين اللي متبعني، اطلعوا لي فوق راسي، حيت ماشي انت اللي نصبت عليك، حيت ماشي انت اللي دات لك السلف درهم ديالك، حيت ماشي انت اللي ما عندكش مكافحه وعيتيمه ودات لك السلف درهم ديالك باش تعيطي في التليفون. وخلصي على ملي قاعد تشوفك نفس، خلصي عليها ها. جميل نعيطوا السبان والتهديدات اخوتي، الله يخليكم، التهديدات لي زابيل قسما بالله العظيم، وبقى تعيط لي شي مسخه حتى تنحط لك النمره ديالك في اليوتيوب ونحط المكالمه كامله. انا ما عندي ما نخسر، انا ديال راسي، انا زوفري حتى الام اللي كانت شاطاني الله يرحمها، باش تجي شي مسخه تبقى تعيط لي في التليفون غنحط التسجيلات ديالكم بين الرقم ديالك كله نحطه من ضرك فيه حتى شي رقم، حيت ماشي انت اللي ملي بغاو حاجتهم كتسول واعره شنو هي الواعره، الواعره شنو هي، تعرفوا بنادم مقروس وبنادم ما باغيش يرجع لك رزقك بلوكاتني، المعنيه بالامر اللي مسلفه الفلوس بلوكاتني هي والزوجه ديالها، والناس غيسولوني غيقولوا على ما كتهضر على كوبل طنجة اللي عييتو ما تنصحوني بهم، عييتو ما تقول لي بعدنا هاد الناس راه ما يصلحوش لك، يا سي رد بالك يا سي عندك اللي كتقول لي السلف درهم، على السلف درهم درتي هاد الحاله اختي، السلف درهم راه الصالير ديال الموظف، السلف درهم راه الناس خدامه غير 3000 درهم شهر كامل، وبنادم كيضرب الكرفي باش كيشد 3000 درهم ولا 2500، اللي انت السلف درهم جاتك قليله، تقدر تجيك قليله لكن عندك لاباس غاتجيك قليله. حنا عارفين راه عائلات كيدوزو الشهر ب 3000 درهم وكاريا من الفوق وعندهم الاولاد 3000 درهم، اللي 6000 درهم انتما جاتكم ساهله لا حكا خارج ديال بديش التعاليق السلبيه، وبنادم داخل الواتساب لا وما تهضروش معايا. اللي باقي شي عندي من جهه النصابه، النصابه مرات الزوج ديال كوبل طنجة اكبر نصابه واكبر شفاره، داكشي اللي داروا للسعاد باغيين يديروا عليا انا والله اعلم. ملي هي النيه ديالها صافيه وملي هي عينهم يرجعوا لي الفلوس، فلوس يرجعوا لي فلوس ما يبلوكيونيش، يعني مادام بلوكيتوني الا وكرشوا من العجينه الا راه فعلا ما باغاش ترجعوا لي فلوسي. اللي بنادم اللي كيبغي حاجته حكا خويا صديق ديالنا سلفنا عافاك بلا ما، ولكن عندك غلط كبير ملي تجي عندك شي واحد صافي ما كاينش ما عنديش، يجي عندك شي واحد يقول لك عطيني شي ريال، قول لي خويا ما عنديش، راه قال لك السلف، الا بغيتي تخسر صاحبك سلفو، الا بغيتي تخسر صاحبك سلفو. غير ملي كتشوف واحد الانسان في واحد الظروف ولا حامله ولا انا الطبيعه ديالي والله القسم واش انا برج الدالو ولا انا تربيت بحال هكا ولا انا حمار ما فهمتش، الديب كدار بيه غير مره وانا كدار بيه بزاف د المرات، بزاف د المرات كنعاود نتيق ما كنتيقش وكنعاود نتيق وكنقول صافي هذه هي الاخرى، والناس كينبهوني وكينصحوني وشوفوا غير التعاليق الناس اللي كانوا كينبهوني راه كاين في التعاليق وحنا كيتواصلوا معايا. اي ياسين شحال قلنا لك رد بالك من هاد العائله الخايبه، اي ياسين داكشي اللي داروا في السعاد غيديروه فك، اي ياسين راه ما فيهمش الثقه، وانا لا كنقول لا تنشوف منهم انا العيب، تنشوف منهم انا العيب. وراكم شفتوني الحمد لله كنت كنبارطاجيهم، كنبارطاجيهم ديما، كنت كنخرج معاهم نصور معاهم عادي بحال العائله.
ولكن نعرف شي واحد اللي يبغي لك الخير ماشي غادي ينصب عليك بحال هكا ويحرش الناس يجيو يعيطوا لك ويسبوك في المكالمات. ما تبغوا لي يسبكم تعيط هي هي صافي عاد دخلوا بخيط ابيض صافي نعطوا رجعوا لي رزقونا على الشيطان وهذه لا ما تفكروش بحال هكا رجعوا للدري فلوسه لا خاصنا نبلوكيو ونسيبطو للناس اللي عايروا يسبوا ولا يهدوا ويخلعوا انا ما كنخاف من حتى شي واحد الحمد لله ما خرجت هضر على الموضوع الا وعندي الدليل الا وانني عندي الدليل اني فعلا مسلف ديك السيده ما عندي مناش نخاف ما عندي لا ولد لا بنت ما متبوعش والله الا شاف معيطه ليا السيده وانا قلت لك راه قسمت فمي بالله ورحمه ميمتي ما كاينش اكثر من الدعوه وباقى شي وحده تعيط ليا وتسبني راه اتقيت الله فيكم في هاد العواشر رمضان قلت حشومه ما نحط لك الرقم ديالك والمكالمه ديالك باش تعلمي داك تمزوجي تشد لك الشمل اجداك تعيطي لي اختي اش بينك وبيني مسلفاني انت شي فلوس هضرت عليك حشيتها لك سميتك انت هضرت عليك انا كنهضر على المعنيه بالامر شفارا نصابه طاش ليا فلوسي راه حول هذيك المره خارجه كتقول لك حقاس وعادات ليا الكورميط الا كنتي تي مالفه بالنصب وقال هي موالفه بالنصب وما الفا كتنصب هي والزوج ديالها اللي كتقول لها سعاد دات لي الكورمي ديالي وهادي قلت انا الله اعلم هادشي يقدر يكون ولكن ملي وقع لي المشكل انا عرفت ان سعاد على حق والناس ما كانوش كينصحوني من فراغ انا فعلا هاد السيده نصابه وشفاره من الاخر الانسان اللي غيبلوكيك واخوتي راه عطي مناش اعطيني انا غنولد انا ولدت حق السبوع واحد القضيه غادي نقولها لكم واحد القضيه غادي نقول لكم كاين على الشهود هاد القضيه اللي غادي نقول لكم تصوروا في الاسبوع كان كثير نطق فلوس في الاسبوع مشيت في الاسبوع عندهم تما كنت مشيت حضرت واحد شويه وما كملتش الاسبوع يعني شفت بنادم اخوتي اللي غايقول لك مثلا غايقول لك ما عنديش ولا هادي نهار مثلا قالت لي اجي نهار في الاسبوع نعطيك فلوسك في تما كنلقى المواكل كي دايره الناس كي دايرين تما والمواكل والاسبوع مضخم كنقول او واش هذه هي اللي قالت لي ما عنديش الفلوس وملي قلت لها فلوسي داك النهار قالت لي ما عنديش وجيت في حالي ما كملتش الاسبوع وراه كاينه وفاء مدريد كانت صونات ليا كنقلدك اختي وفاء مدريد كنقلدك نهار الاسبوع واش كملت مع الاسبوع ولا لا انا مقلدك وفاء مدريد خرجي وقولي الحقيقه تصوروا ما كملتش معاه من الاسبوع عيطت لي وفاء مدريد قالت لي دوز لي فاطمه الزهراء حتى انا كتعدم تم قلت لها انا مشيت في حالي للدار ودير ما بغاش نقول لها علاش ما بغاش نقول لها على ود فلوسي ولا شي حاجه قلت لها انا مشيت في حالي للدار حق راني تفكرت الوالده صافي ما قدرتش نكمل معاه الاسبوع درت السبب وجيت في حالي للدار جيت في حالي للدار باش ما نبقاش تما ونشوف بنادم كينافق فيك وبنادم ما باغيش يعطيك رزقك صافي جيت في حالي للدار وعيطات وهي وفاء مدريد تخرج تمسخني واش انا كملت معاه من الاسبوع وقسم بالله ما كملتو معاهم لانهم منافقين وشفاره ونصابه وغادي نبقى نقول لك شفاره ونصابه ترجع لي رزقي تحياتي لكم اخوتي الاعزاء الله يرحم لكم والدين بلا ما نوصيكم